أهلا ومرحبا بكم في قناة طور جسمك. في هذا الفيديو سنتعرف على أقوى تمارين لحرق دهون الجسم بالكامل. ستشاهد الفرق خلال 14 يوما. سوف أترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. التمرين الأول. هذا التمرين يزيد من معدل ضربات القلب ويحرق السعرات الحرارية، مما يجعله مثاليا للتخلص من الدهون. ويستهدف هذا التمرين عضلة الفخذ الرباعية وعضلة المؤخرة وكذلك عضلة الساق وبشكل جزئي عضلة البطن. التمرين الثاني. هذا التمرين يفيد في زيادة قوة الساق والمرونة وكذلك في حرق الدهون، ويستهدف العديد من العضلات، عضلة الفخذات الرأسين وعضلة المؤخرة وعضلة الفخذ الرباعية وعضلة الساق، وكذلك يفيد حرق دهون البطن بشكل جزئي. التمرين الثالث. هذا التمرين مهم جدا من حيث الكفاءة لتدريب الجزء المركزي من الجذع وخاصة عضلات البطن. يستهدف هذا التمرين عضلة البطن المستقيمة وعضلة البطن الجانبية وعضلة الظهر السفلية أو ما يسمى القطنية. التمرين الرابع. هذا التمرين احد افضل التمارين لتدريب عضلات المؤخرة. يمكن اجراءه في اي مكان بدون اي اداة، ويمكنك زيادة كثافة العمل عن طريق اضافة اوزان على بطنك. ويستهدف هذا التمرين عضلة المؤخرة بشكل كبير. التمرين الخامس. هذا التمرين يزيد من معدل ضربات القلب، كما انه يحرق السعرات الحرارية وتحسن تدفق الدم وتعزز اللياقة العامة. ويعمل هذا التمرين المركب على عضلات البطن والذراعين والظهر والكتفين والارداف والساقين، ولكنه يستهدف بشكل كبير عضلات الساق وعضلة المؤخرة وعضلات الفخذات الرأسين وعضلات الفخذ الرباعية. التمرين السادس. هذا التمرين من التمارين المثالية لأولئك الذين يرغبون في تدريب المكتف على عضلات البطن، حيث يستهدف هذا التمرين عضلات البطن المستقيمة وعضلات البطن الجانبية بشكل كبير.